استكلام. من لبنان نرجع لليبيا شوية مع أغنية جديدة للفنان الشاب أبو بكر محمد اللي طرحها من 3 أيام أو يومين تقريبا، يوم 19 نوفمبر بالتحديد، على قناته في اليوتيوب فيديو كليب جديد بعنوان وين نلقاك. وين نلقاك هذه من كلمات الدكتور جلال عقوب ومن ألحان الدكتور تامر العلواني والتوزيع لمعتز سلامة. أكيد من يعرفاش معتز سلامة، تحياتنا لي أكيد صديقي. أما الفيديو كليب من توقيع محمد بشير. ونذكر ان الفيديو هذا، الفيديو كليب هذا للشاب محمد، اول ابو بكر محمد عفوا، اول اطلاله ليه، اول مره يعني نزل فيديو كليب ليه، وكان موفق جدا يعني، بما ان الفيديو من اول ما نزل لاقى استحسان هلبا ناس وهلبا مشاهدات، يعني ناس سمعوا له هلبا لان الفيديو بجد حلو. مش بس كلام.